دكتور، بكلامنا عن قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث، حضرتك كانت بتربطك بيه علاقة مميزة جدا، علاقة صداقة. هل كانت بادئة بالفعل قبل اعتقال قداسة البابا شنودة أم بدأت إمتى؟ واحكي لنا عنها أكثر. لا، بدأت بعد خروجه من الدير. يعني في نص الثمانينات ارتبطت به إلى وفاته. أقل قليلا من 30 سنة. لكن أنا لما اعتقل كنت عايش برا مصر. فانا عرفته لما خرج من الدير. ومن اول لقاء حصل اللي بيقولوا عليه بالانجليزي حصل كليك، يعني اللي هو توافق. سبب التوافق ان انا بحب الشعر جدا وبحب الادب، وهو شاعر طبعا، يعني هو في المقام الاول مثقف واديب وليه ديوان، يعني عنده ديوان شعر. صحيح. وديوان شعر بيقول إنه هو كان يملك ناصية اللغة بشكل غير عادي. ويعني هو كان يذكرني بالرهبان الشوام أكثر من الرهبان المصريين. الرهبان المصريين مش مولعين قوي باللغة العربية. ده حقيقة يعني. لكن الرهبان الشوام لهم في اللغة العربية قوي. فصحاء. اللغة. بالظبط جدا. فصحاء. وتعرف لها سبب في التاريخ، كل حاجة لها سبب. طبعا. هما كانوا بيقولوا احنا سوريين او لبنانيين عشان بنتكلم عربي. ده موقف من العثماني. عاوز يقول للعثماني ما تقوليش ان اساس المواطنة الدين. اساس المواطنة اللغة، دي حالة خاصة. ما فيش زيها في مصر، بس البابا شنودة استثنى. البابا شنودة رجل، انا ما قابلتش ناس كتير يملكوا ناصية اللغة العربية زيه. يعني وحتى هزاره في لغة. يعني اديكي امثله. يا ريت. كل الناس دايما تكرر حكايه قاموس العلم. واحد قال له جاموس، فهو قال له ايه المهم العجول اللي بتفهم، لان في الصعيد القاف بتبقى جه. طبعا. فالعجول هنا مش هي العجول. هي العقول. فهقول لك حاجات بقى تانية بتاعتي انا اللي شفتها. مع مثلا جاله واحد متاخر ساعه ونص عن ميعاده، فكان في حاله انهيار اللي متاخر ده، انه جاي للبابا متاخر. وانا دخلت قعدت وبدأ اللقاء بيا أنا في دير الأنبا بشوي. فالتاني بيقول له معلش يا سيدنا، معلش سامحني أنا كيرلس. فبص في لها ثانية واحدة قال له يا ابني لا كيرلس ولا حاجة، أنت كارلس، ما عندكش عربية. بص يعني إيه اللغة بالنسبة له، حتى في الهزار. حتى في الهزار فيها عنصر اللغة وسرعة البديهة. سرعة البديهة. بس هو بيحب اللغة. يعني الراجل قال له أنا كار، أنا كيرلس، يعني غير مهتم، يعني مهمل. مهمل. فرد عليه قال له أم أسمها، قال له لا أنت كارلس، ما عندكش عربية. أيوه. لو كان عندك عربية كنت جيت. سرعة بديهة في اللغة الأجنبية. بديهة ولغة. صح. فأنا قعدت معاه فوق 100 مرة. جلساتي معاه في المقر البابوي هنا كانت بتبقى قصيرة، ساعة ساعة ونص. كان في جلسات مطولة عن ساعة ساعة ونص؟ لا، كان في 12 و13. في أيام كانت يبقى فيها إفطار وغدا وعشاء في الدير. وده من حسن حظي. انا في مرات رحت افطر مشيت بعد العشاء وتحت شجره وفيها شويه ساعات تمشيه لبحيره كده في اخر الدير، في بحيره اظن انها بحيره صناعيه يعني. في اخر الدير. لان انا كمان كنت مولع بحياته. يعني ايه؟ ما هو انا رايح وانا عارف مين هو الشاب نظير جيد. وعارف دراسته في كلية الآداب وقسم التاريخ وعلاقته ببعض المجلات المسيحية قبل الرهبنة. والفترة اللي أصبح فيها راهب هي فترة معظم جيلكم ما يعرفش إن كان فيها أزمة قد إيه في الكنيسة المصرية. صحيح. اللي هي وفي ثلاث بطاركة جاءوا وراء بعض بما كان يقال إنهم مخالفين للائحة. يعني آخر واحد مش مخالف في نظر البعض هو البابا كيرلس الخامس. أيوه. المتوفي سنة 27. وأول واحد موافق للائحة كيرلس السادس. بس من سنة 27 ل 59 في 32 سنة. فيهم ثلاث بطاركة، يؤنس 19، بكاريوس، يوساب. هو جاء في فترة كان فيها الأنبا يوساب على خلاف مع ناس كتير جوه الكنيسه. ايوه. وحطوه في المستشفى القبطي ومات
وهو شبه معزول وكده. فهو انا كنت مولع بالفتره دي. بحب التاريخ البطاركه انا ملاحظه. لا لا جدا. جدا يعني. الخلاف وقتها كان مع العلمانيين. بالظبط كده. بالظبط كده. وكان في حاجه اسمها الامه القبطيه. بالظبط. كانوا في صراع معاه. دخلوا عنده خلوه يمضي عن تنازله عن عملوا حل توفيقي ان هو يقعد في المستشفى القبطي وبعدين توفى في 56. كنت يعني في بعض المسيحيين المصريين ما يعرفوش ان ما كانش في بطريرك لمده 3 سنين من 1956 ل 1959 يعني لغايه لما في مايو 59 جاء البابا كيرلس السادس. كان في قائم بالاعمال بس ما فيش بطريرك. ليه؟ لان كانوا بيحلوا المشكله بتاعه ان ايه شروط مجيء حد لمنصب البطريرك. واتحلت بلائحه اتعملت وجاء بناء عليها في شهر مايو 59 الاب مينا المتوحد الذي اصبح بابا كيرلس السادس. وبالتالي كان ايه شكل الاحاديث اللي بتمتد ل 12 ساعه مع قداسه البابا شنوده؟ تاريخ وادب. تاريخ كان مولع. يعني مثلا اقول لك حاجه، ياما اتكلمنا عن صراع بطرس غالي القديم الاولاني. اللي هم كل الناس مسميين على اسمه. كان وزير ورئيس وزارة تماما مع البابا كيرلس الخامس. كان في صراع في وحاول يشيله وما شالوش وخلافه. اتكلمنا مثلا، خذي بالك مثلا انه البابا شنودة وهو شاب نظير جيد متخرج من كلية الاداب كان سكرتير لمكرم عبيد. مكرم عبيد مسيحي مصري عنده حزب اسمه الكتلة الوفدية. وهو اللي سماه شاعر الكتلة. ما البابا شنودة كان اسمه قبل ما يبقى راهب كان اسمه شاعر الكتلة. ايه هي الكتلة؟ الكتلة الوفدية. اللي مين رئيسها؟ مكرم عبيد. مكرم عبيد بقى من أبلغ المصريين قاطبة في اللغة العربية. يعني شوفي الوزير الوفدي المسيحي اللي هو أكفأ الخطباء في الوفد، أكفأ بكتير من مصطفى النحاس. مش هقول أكفأ من سعد لأن سعد ظاهرة غير عادية في الخطابة، لكن ما هو مكرم كانوا بيقولوا عليه ابن سعد البكر. تمام؟ فيا ما اتكلمنا في الأمور دي في الأدب. طه حسين يعني هو قارئ جيد. فترة عنه هو نفسه، يعني هو أنا أحكي لك مثلا حاجة. في قصيدة له جميلة قوي بيقول فيها، بيعدد الطموحات. بيقول عاوز أبقى علامة والناس كلها تشاور عليا، عاوز أبقى كاتب والناس تشاور عليا، عاوز أبقى غني والناس تشاور عليا، عاوز أبقى محل إعجاب الناس والناس تشاور عليا. وفي آخر كل عدد من الأبيات يقول ما معناه إن ده ولا حاجة. إن ده شيء وهم ملوش قيمة. ملوش قيمة. فأنا مرة بقول له إيه؟ بقول له يا سيدنا أنت كنت مليء بالطموح، والدليل على كده القصيدة دي. والطموح والرهبنة ضد بعض مش كده؟ الرهبنة هي اللا طموح، تخلي. بتخلى. يعني الرهبنة إن أنت بتقول أنا لا حملك ولا هتجوز مش كده؟ مظبوط. فقلت، فقال لي ما هي القصيدة دي بتعبر عن حالتي النفسية اللي دخلتني الدير. ده أنا دخلت الدير بسبب الصراع ده. الصراع اللي هو ما بين، ما هو أصل بابا شنودة شخصية، عارفة يعني، زي بنتكلم على رؤساء الدول الكبار يعني. يعني شخصية مش عادية يعني، لا تتكرر كثيرا. صحيح. يعني فهو شخص كبير كان عنده طموحات، فقال لي ان انا عاقبت الطموحات دي بالرهبنه. شوف الصوره. يعني الرهبنه هي عكس الطموحات. يوم 18 يوليو 54 خد سياره وصلته الى اللي احنا بنقول عليه الوقت الريست هاوس. اللي ما كانش فيه الشوارع اللي جوه ما بين الاديره دي. قال لي انا مشيت على رجلي 10 كيلو على الرمل. دلوقتي احنا بتروحي لكل اديره وادي نطرون على اسفلت، طرق مرصوفه. طرق مرصوفه. لكن كنت بتروح البراموس على الرمل. بتروح الانبا بشويه على الرمل. فهو وراح برجليه ودخل. وكمان اكيد انتوا عارفين ان الرهبنه نوعين، انك تقعد مع الناس الشركه والتوح. بالظبط كده. اللي هو الانطونيوس وباخوميوس. صح. ف هو كان عاوز ومش عاوز، هو عمل كده، وقع في المغاره. عشان كده انا اتاثرت جدا لما مات.
بفكرة أن الطيارة الهليكوبتر طارت وما راحتش الدير، راحت المغارة ولفت حواليها وين راحت الدير ونزلته كميت يعني. يعني لو هو صاحب الفكرة أو حد تاني هي فكرة غير عادية، فكرة تمس القلب يعني. طبعا إن قبل ما يروح يدفن الطيارة طارت على الجبل اللي كان فيه متوحد بالمصطلح يعني، المكان اللي كان أقرب لي. كان بيجيله، ودي برضو تبين لك إن هو مختلف عن الرهبان، كان بيجي حمار حافظ الطريق من هنا كتب ومن هنا أكل. والأكل عبارة عن إيه يعني؟ يعني عيش وزيت يعني، ما مش هيروح له كباب. ففكرة الكتب، ها، إن هو حتى وهو في المغارة يدرس وبيقرأ